نروح لنفس الموضوع ونكمل برضو كلامنا. يمكن قضية تلوث البلاستيك من أهم القضايا المطروحة للنقاش ضمن قمة محيط واحد. مش بس كده، ده كمان هيكون موضوع للمناقشة ضمن محاور برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة نهاية الشهر الجاري. طبعا بكل تأكيد ان زي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع الدكتور عمرو ان البلاستيك من أكثر الحاجات المؤثرة على الثروة السمكية. دي طبعا البلاستيك لا يتحلل، عارفين ان هو بيتفتت بيفضل موجود وبيأثر بكل تأكيد على الثروة السمكية. معانا عبر سكايب دكتور فيصل رضوان الباحث في السموم البحرية والتكنولوجيا الحيوية بالوكالة الأمريكية للمحيطات. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى. اهلا وسهلا دكتور، صباح الفل. بحضرتك بخير الحمد لله. عايزين نعرف من حضرتك. شكرا على ضيافتي. تشرفنا يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك اكتر عن حجم البلاستيك اللي بيصل للبحار والمحيطات. تمام، حجم البلاستيك حجم كبير جدا. اقل احصائيه بالفعل قامت بها المنظمه الدوليه لحمايه البيئه بتقول ان حجم المنتجات نفسه حوالي بيصل ل 400 مليون طن. من 400 مليون طن حوالي 5% بيصل البحار، حوالي 14 مليون طن من المخلفات البلاستيكيه بتصل للبحار بشكل او باخر، فيما يقدر من 80% من المهملات ايا كان الصناعيه الى خلافه هي بلاستيكيه موجوده في بحار العالم. 14 مليون طن سنويا. طيب دكتور، يعني لما نيجي نقول ان الناس بتبقى مستغربه قوي والاغلب العام يعني بيبقى مستغرب، كل الناس دايما بتتكلم عن البلاستيك وتاثير البلاستيك على المحيطات وتاثير البلاستيك على الكائنات البحريه. يمكن في دراسات يعني اخذت الموضوع لانها وصلت انها بتقول ان في هيبقى وقت من الاوقات البلاستيك اللي موجود في المحيطات اكتر من الكائنات البحريه الحيه اللي موجوده في المحيطات. عايزين نعرف كده ازاي يعني البلاستيك ممكن يوصل للمحيطات؟ ايه تاثير ان انا اشرب يعني عصير بشفاطه بلاستيك او بشاليموه ان هو ياثر على حياه السلحفه البحريه او الاسماك في البحر؟ احنا متعودين من واحنا صغيرين بنلاقي اكياس بلاستيك في بيوتنا، ليه كل الناس عماله تقول مؤخرا عايزين نستخدم اكياس كرتون، عايزين نستخدم حاجات قابله لاعاده التدوير؟ ايه اللي وصلت البلاستيك للميه؟ طبعا المصادر كثيره جدا، ممكن اقسمها لثلاث مصادر بسرعه. المصادر التجاريه والصناعيه دي عباره عن بتتم حسب حجم المخلفات نفسها، بتتم مصادر الصيد في اعالي البحار، الشباك، الاحبال، كل المخلفات الصيد اساسا بيتم القائها في اعالي البحار حجم ما نعرفش عنها. الثاني صناعه السياحه وصناعه الانشطه الانسانيه اساسا على مستوى العالم كله الموازيه للشواطئ. الحاجه الثالثه الاستزراع السمكي اللي بيتم في المحيط نفسه في شرق اسيا في الشرق الاقصى بيتم بشكل كبير جدا ومخلفات كثيره جدا بلاستيكيه بتصل للبحر. المصدر الثاني المهم وهو اقل هو المصدر الحضري، زي ما قلت حضرتك في البيوت في المصانع في مخلفات البناء في المدن الساحليه او المدن حتى الغير ساحليه بيتم المخلفات دي حتى من عجلات السيارات نفسها، كشطات عجلات السيارات بتنزل في الشارع، المهملات بتتم في الشارع، تكوين الزباله، بيجي الامطار والرياح بتحدث فيها والفيضانات بتحدث فيها في المصبات المائيه الصغيره ثم الكبيره ثم الانهار ثم تصل للمحيطات او البحار بشكل كبير. المصدر الثالث هو مصدر طبعا اجرامي بيتم في اعالي البحار، بيتم التخلص من المخلفات البلاستيكيه بيتم بشكل غير قانوني والعالم كله طبعا يعتبر جريمة والعالم كله خصوصا بيطارد أي تعدي على أو إلقاء أي مخلفات ونفايات بلاستيكية أو خلافه في البحر. تأثيره إيه ده يا فندم على الثروة السمكية؟ فأفندم تأثيره على الثروة السمكية في تهديد بيشمل التنوع البيولوجي. البلاستيكيات بأنواعها بتشكل عائق كبير جدا في سباحة الكثير من الكائنات البحرية. الكائنات البحرية بيتم ابتلاع هذه الأكياس كأنها مواد غذائية للأسف ما بتتحللش، بتسبب نفوق لهذه
بالظبط. في بعض التنوع البيولوجي عباره عن ايه؟ عباره عن وجود هذه المخلفات البلاستيكيه داخل البحر، وجود غير طبيعي، بمعنى ان في بعض الكائنات اكثر حساسيه، فبيتم بالتالي التنافس غريب، بيتم خلل في التنوع البيولوجي، في انواع كثيره جدا من الاسماك بتموت او تهاجر، فبالتالي في اختلاف في التنوع البيولوجي. التهديد الاخر على سلامه الغذاء، طبعا الغذاء بيكون اقل والغذاء يكون ملوث، والتهديد الاكبر بطريقه غير مباشره على سلامه الانسان، لان الغذاء البحري اساسا شيء اساسي على مستوى العالم. عظيم. اذا يعني كلام حضرتك واضح جدا، هو المخلفات البلاستيكيه يعني بننصح نفسنا وبننصح الناس كمان ان احنا بنساهم في هذا التلوث بان احنا نلقي المخلفات البلاستيكيه سواء في الشارع حتى فبتجريفها طبعا الرياح الى البحار، او ان احنا بنلقيها بشكل مباشر في البحار. فنشكر حضرتك شكرا جزيلا، لازم كلنا ناخد بالنا من حاجه زي دي. الدكتور فيصل رضوان الباحث في السموم البحريه والتكنولوجيا الحيويه بالوكاله الامريكيه للمحيطات، شكرا جزيلا ليك.